لو انت من الناس اللي بتصحى من النوم تجري على الحمام يبقى الفيديو ده يهمك جدا. لو انت من الناس اللي بتصحى من النوم تجري على التلاجة علشان تشرب مية يبقى الفيديو ده يهمك جدا. لو انت من الناس اللي بتصحى الصبح من النوم مستعجلة على شغلها وتلبس بسرعة وعشان تنزل تلحق شغلك يبقى الفيديو ده يهمك جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هكلمكم عن نظرية الدقيقة ونص المهمة لإنقاذ الحياة، بس رجاء يعني أرجو أن حضرتك لو مش مشترك في القناة تفعل زرار الاشتراك، تدوس على زرار الاشتراك وتفعل الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد، وتدوس على زرار الإعجاب علشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، لأن الفيديو ده ممكن يكون فيه إنقاذ للحياة. كتير قوي بنسمع عن شاب ما تعداش 20 أو 25 ووفاة مفاجأة، ده بيسموه موت الفجأة. حتى دينيا احنا بنستعيذ من موت الفجأة. طبعا احنا نقول الأعمار بيد الله، ولكن في بعض الأسباب اللي ممكن تؤدي لموت الفجأة. أي حد بيجي عمره ما مش معصوم من إنه يموت، لكن إحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتجاوز أو نبعد عن الأسباب اللي ممكن تؤدي لكل ما يضر صحتنا. أحياناً يبقى الواحد يقوم من النوم فجأة ويجري على الحمام، يقوم من النوم فجأة يجري عايز يشرب، كل دي أخطاء قاتلة. لأن الواحد لما بيبقى نايم بيبقى الدم نازل في الأطراف ومش منتظم ومش واصل للمخ، والقلب بيغير من طبيعته إن هو ما بيدفعش الدم للمخ بطريقة سليمة وبطريقة قوية وقت النوم، لأن الإنسان وقت النوم ما بيبقاش محتاج لنفس كمية الدم اللي بيحتاجها وقت نشاط. فلما حضرتك بتقوم مرة واحدة الدم ممكن ما يكونش وصل للمخ، ده بيسبب ممكن يسبب سكتة مخية تؤدي إلى الوفاة والعياذ بالله. فعشان كده احنا بنتكلم عن نظرية مهمة جدا، هي نظرية الدقيقة ونص. ايه هي الدقيقة ونص؟ حضرتك اول ما تصحى من النوم بتقعد مستركع على السرير زي ما انت نص دقيقة، وبعد كده تقعد نص دقيقة علشان خاطر الدم يبدأ يتحرك. النص دقيقة التالتة بتنزل رجلك من على السرير وانت قاعد على السرير وما تتحركش لحد ما الدم يوصل للمخ، وبعد كده تقوم تتحرك زي ما انت عايز، بتضمن وصول الدم تماما للمخ وبتتفادى سبب من الأسباب الخطيرة اللي ممكن تؤدي لنتائج كارثية أكبرها هو الوفاة والعياذ بالله. حتى حضراتكم لما واحد يكون قاعد ويقوم فجأة بيلاقي نفسه دايخ، الدوخة دي ليه؟ لأنه هو الدم ما بيكونش وصل للمخ. أرجو أن يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. أشكركم وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.